وقد شارك الفنانون احتفالهم بعيدهم الوطني، كل من مدير الثقافة بن مسيلة ورئيس المجلس الشعبي الولائي، وذلك بزيارة كل من السينمائي العالمي الأخضر حمينة والفنان المسرحي حسين بدقة نظير ما قدموه طيلة مسارهم الفني. ارتأينا أن نلتفت إليهم في هذا اليوم الوطني للفنان حتى نقول لهم أن تكريمكم هو تكريم لكل فنانين. شكرا جزيلا للأخ مدير ثقافة على هذه الالتفاتة وعلى هذه المبادرة، أننا خرجنا إلى بيوتهم لتكريمهم، وبتكريمهم طبعا تكريم الفنان الجزائري. المبادرة استحسنها المشاركون والفنانون في الاحتفالية الرمزية. شكرا لكل من ساهم في تكريم الأحسن بدقة بهذه المناسبة، نقول لهم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة، ونتمنى لكل فنان أنكم تراوه من كل الجوانب إن شاء الله. الهدف تاعنا هو زيارة تضامنية اجتماعية، في نفس الوقت احنا نتمنى من الفنانين اللي زرناهم يعودوا لمسارهم الفني. هي إذن التفاتة تستحق التنويه، تلك التي تقوم بها مديرية الثقافة بالولاية تجاه الفن والفنانين.